للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الدوحة الأكاديمي المتخصص بشؤون التعليم الأستاذ سلوان العاني. أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية. تربويون يحذرون من بداية متعثرة للموسم الدراسي جراء نقص المستلزمات والأبنية. كيف ترى أوضاع الأبنية التعليمية في العراق وفق المعايير الدولية لجودة التعليم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نبارك لأبنائنا الطلبة ولل المعلمين الأفاضل بداية العام الدراسي الجديد، آملين أن يكون عام إنتاج وبناء للمستقبل بإذن الله تعالى. الحقيقة يعني التحدي كبير أمام التربية والتعليم في العراق، وهذه الحالة تواجه هذا القطاع بشكل مستمر منذ العام 2003. يتجه نحو تغيير مناهج التعليم لكي تتنافس مع الآلة والذكاء الاصطناعي، ونحن لا زلنا نحاول اللحاق بالتعليم التقليدي الذي يدرس في مدارسنا، وما نراه من تخلف في الأبنية وفي المناهج الدراسية وفي عدم اللحاق بالركب العالمي هو أكبر مثال على ذلك. وما يعرض الآن وما نراه حقيقة ولا يستحق الإنسان العراقي. نعم. العراقي دائما كان مبدع وخلاق، وهو على مدى التاريخ منتج وله إضافات نوعية على مستوى العالم. لو تحدثنا عن جودة التعليم في العراق، ما هي الأسباب الحقيقية وراء خروج العراق من تصنيف جودة التعليم العالمية؟ العراق من 2016 من برز مؤشر دافوس كان من واحد من خمس دول خارجة عن التصنيف، لأنها دول لا تتوفر بها بصف معايير الجودة. وكرر المؤشر في عام 17 و18 ولا زال العراق خارج هذا التصنيف، بينما دول مثل موريتانيا أو اليمن رغم ظروفها الصعبة لا زالت تحاول أن تكون وإن كانت في ذيل المنهاج. طبعا هذا ينعكس مقياس مؤشر لنوعية التعليم الذي يجرى الآن في العراق. نعم. وطبعا أشرت إلى أسباب، ما هي أسباب هذا التخلف والتراجع؟ المدرس وعلاقته بالطالب اختلت، لم يعد هنالك الاحترام والهيبة للأستاذ والمدرس في المدارس. الطلبة الأوائل لا يؤمنون على أولادهم، خاصة في مراحل لأسباب اجتماعية مالية نفسية أمنية تنعكس، ولذلك مستوى التعليم لا يوجد للعراق دور فيه مع الأسف، كان يفترض أن يكون دول المتقدمة. نعم، الأستاذ سلوان العاني الأكاديمي المتخصص بشؤون التعليم كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.